كان اعتقد بان الموضوع ديال الزياده في الساعه فهو وضع ولا كتعتبر شيء عادي على اعتبار ان ماشي دي اول مره. ربما كاين بعض الملاحظات اللي يمكن نقولها بالنسبه للموضوع الساعه. اولا فيما يتعلق في الفتره الصيفيه فانا كنعتقد بان اضافه الساعه فهي مهمه، فهي كتقلص بعض مجموعه ديال الاشياء في الكهرباء، التحرك ديال الناس، كتعطي واحد المجال اوسع للناس باش يقضوا حاجياتهم. انا جو كونتر الساعه اللي كاينه دابا اللي بغى يجدو، ما عندها فائده، فائده ديال الطاقه، الطاقه راه كاينه بلا بها لا بينا ولا بلا بينا. وبالنسبه لحد ما الساعه اللي جيدو الدراري اللي ان بيبي اللي تيمشي لاكريس تديو دارو مع 7:30 الصباح، هي 6:30 الصباح، سافي دير كوا يديوه في الظلام ويخليوه يمشيو ساعه زايده، اكوا سا سير سير غير ديتو ورا ما عاد ما نفعناش حنا. سيرتو اوروبا تيدبزو باش يجولوها، حنا سنديروها حنا. حنا بالنسبه لنا حنا ما خدام الناس. الانسان ماشي بقاش عارف يفرق ما بين الساعه القديمه ولا الساعه الجديده. بحال دابا تلقى المشكل تيلا بغيتي تسول شي واحد في الزنقه تقول ليه خويا شحال في الساعه، يقول لك الساعه الجديده ولا القديمه. الانسان تيدير كيطرى مشكل، يعني الديكالاج حتى في الوقت ديال الخدمه. الانسان تينسى مراكز الساعه ديالو القديمه ولا الجديده، وتيصدق يا معطل يا زربان قبل من وقته. انا الساعه الجديده عندي اخي بحال زادوها بحال نقصوها. كاين المشكل في الفياق بكري، والدراري الصغار اللي تيكونوا قارين في الصباح بكري راه تينوضوا في الظلام، راه ماشي ساهل عليهم هما. اما انا ما عنديش الفرق ما بين الساعه الجديده والساعه القديمه ولا شي حاجه. كتكون الصعوبه هي في الصباح، ولكن بما ان كيكون النهار كيطلع في الصباح بكري كانت ربما كتكون على حساب الدراري الصغار، لان كيكون يبدا ينوضوا بكري اعتبارا انك تنقص المساعده ديال الناس. ولكن في العموم انا كنشوفها بان ايجابيه، ما فيهاش شي مضره، رغم ان اللي كتوقع هو انك تجي في واحد الانقطاع ديالها. كاين عادي جرى شهر رمضان كتنقاطع في شهر رمضان عاوتاني كترجع هنا، هذا هو اللي كشويه ديال الانسان ما كيبقاش يتشد الطريق وحده، هو كيتعود على حاجه ومن بعد كيتعود على حاجه اخرى. بالنسبه لي انا الاضافه زعما مزيانه هي، يعني واخا كاين شي صعوبات حنا غادي نواجهها بحال مثلا الطلبه وهادي زعما كنواجهوا شي صعوبات، ولكن عادي بحال الساعه هادي بحال الساعه اللي كانت قبل منها، يعني ما كاينش شي مشكل عندي انا بالنسبه لي. هادشي اللي كاين، ولكن كاين شي صعوبات، ولكن ما الانسان ما عنده ما يدير بحكم مثلا مثلا حنا كنقراو مثلا في الصباح فهمتي، يعني غاتفيق مثلا والبعد ومثلا فهمتي الجامعه اللي كنقراو فيها حنا بعيده، وهذا غتواجه مجموعه من الصعوبات، ولكن ما عندك ما دير. هذا هو الواقع. يعني هذا الديكلاج اللي كاين نقدر نقول لك باللي مشكل مشكل في الحياه اليوميه ديال المواطن المغربي، من حيث ان كيزيدوا فيها وتنقصوا فيها بطريقه نقدر نقول لك ماشي منتظمه، طريقه عشوائيه. مي نفضل الناس اللي مسؤولين على هذا الشيء يفيكسيو الوقت اللي يزيدوا فيه الساعه وتبقى مزيوده، ولا يردوها كما كانت عمرو ما يزيدوا فيها، ولا يزيدوها في خطره. اما ديال باش تزيد وتنقص وتزيد وتنقص الانسان تيديك على وبس بزاف. بالنسبه لحنا اللي كنعيشوا دابا في كشيفور، انا دابا ديال الطوبيس عندي 4:30 غادي نفيق مع 3:30، عندي واحد الساعه شويه خايبه عندي في الصباح بالنسبه لليل، غنخرج بالليل. هذه هي المشكل اللي كاين في هذه الساعه الجديده. وبالنسبه لعاوتاني الحالات اخرين، بالنسبه للناس اخرين راه مكرفسين، راه ماشي زعما شي حاجه ولا فهمتي، ضروري الانسان غادي يولف هذيك الساعه الزايده.